السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نكمل بالنسبة لمحاضرات ال 102. اليوم راح نحكي عن شابتر الكيميكال كاينتكس. في البداية في شابتر أول ما بلشنا عن قوة التجاذب ما بين الجزيئات، وبعدين أخذنا شابتر 11 اللي كان بيحكي عن المحلول. اليوم راح نحكي عن حركية التفاعلات الكيميائية، وهذا موضوع كثير مهم اللي هو بيحكي عن معدلات فرعة التفاعلات وإيش اللي بتحكم فيها. بالنسبة للرياكشن ريت، هلا لما تيجي تحكي انت فيزيائيا معدل فرعة اي شيء بتقول لي، يعني مثلا لو جينا بنحكي عن فرعة سيارة بنقول فرعة السيارة هي قديش المسافة المقطوعة خلال الزمن، هذا فيزيائيا. فاحنا بالنسبة للتفاعلات الكيميائية برضو عشان نحكي عن معدل فرعة التفاعل لازم يكون في عندنا ايش مبدأ لتحديد ذلك. الآن بالنسبة ل فرعة التفاعلات الكيميائية ما فيش عندنا مسافة مقطوعة، لكن الزمن اوكي بنقدر نعرف قديش الزمن اللي تم اخذه لعمل تفاعل معه. الان بالنسبة للتفاعلات قال لك احنا ممكن نعبر بدل المسافة المقطوعة عشان نحكي عنه فيزيائيا، قال لك هو تركيز المواد، ممكن نتابع تركيز المواد، يعني قديش انت كنت مبلش بتركيز وقديش تم استهلاكه او كم بقي من هذا التركيز. فانت من خلال التركيز بتقدر تعرف معدل فرعه التفاعل. عشان هيك بقول لك هون الرياكشن ريت، معدل فرعه التفاعل هو تشينج ان كونسنتريشن اوف ا رياكتنت اور برودكت بير يونت تايم، معدل التغير في التركيز لمتفاعل او ناتج بير يونت تايم مقابل الوقت. يعني لما تيجي تحكي عن الريت لاي تفاعل تقول لي هو الكونسنتريشن اوف ات ات تايم 2، تايم 2 اللي هو بيكون الوقت النهائي، يعني مثلا خلينا نقول بعد ساعه، خلينا نقول 60 دقيقه مثلا او بعد 60 ثانيه، وبده الكونسنتريشن ات تايم 1 مثلا عند الصفر كم كان التركيز. هاي صار في عندك فرق في التراكيز، يعني قديش كان عندك تركيز وقديش وصلت على تي 2 ناقص تي 1 اللي هو الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. فالان كانك انت بتحكي عشان اعبر عن معدل فرع التفاعل بشوف قديش التغير في التركيز مقابل الزمن، التغير في التركيز مقابل الزمن، يعني دلتا تركيز ايه على ايش التغير في الزمن، واي هذه تعني تركيز الماده ايه بوحده المول لكل لتر. طبعا ايه ممكن تكون رياكتنت ممكن تكون برودكت حسب انت شو اللي بدك تتابعه، يعني ممكن تتابع متفاعل وممكن تتابع ايش ناتج. يعني بمعنى اخر ممكن اخذه بدلاله تركيز النواتج او بدلاله تركيز المتفاعلات. طيب الان خلينا نشوف مثلا هذا التفاعل اللي هو NO2، تفككها بيعطيك NO زائد O2 عند 300 درجة. هون طبعا هو بيضرب لك مثال بيورجيك انه كيف التفاعلات تتغير. هلا عند الزمن صفر كان تركيز ال NO2 هالقد، تركيز ال NO وال O2 كان صفر، يعني هذا بداية التفاعل. في بداية التفاعل بتقول لي كان كل شيء عندي من هذا النوع، لكن الـ NO والـ O2 اللي هم المتفاعل النواتج ما كان في عندي منهم شيء. الآن بعد مرور 50 ثانية لاحظوا نزل هذا التركيز، هذا التركيز زاد، هذا التركيز زاد، يعني بمعنى آخر بتقول الآن التفاعل بلش، بلشت المتفاعلة هذه تتناقص كميتها والنواتج بلشت تزيد كميتهم، وهكذا. وانت ماشي هيك بتلاحظ دائما انه في عندك ايش تغيرات في التركيز، هذا عم بقل وهذول عم بيفيدوا. لاحظوا في اخر لحظه هذا وصل لاقل قيمه ممكنه وهذول اعلى قيمه، اذا انت بتقارنهم مع كل اللي فات. يعني بمعنى اخر مع سير التفاعل المواد المتفاعله تتناقص تركيزها والمواد الناتجه تركيزها بيفيد مع الوقت طبعا. طيب الان هذا الجدول اللي كنا قبل شوي حاطينه ممكن اعبر عنه انا بالكيرف التالي. لو جيت اخذت التركيز مع الزمن بتقول لي كان في عندك ماده موجوده بكميه كبرى في نفس الوقت اللي هي كانت المتفاعله والنواتج كانوا صفر ما كانوش متواجد. الان مع سير التفاعل تركيز الماده المتفاعله اللي هي ال NO2 يتناقص، بتلاحظ مع الوقت ببلش يتناقص، وتركيز المتفاعلات ببلش يزيد مع الوقت. اوكي الان هذا اللي هو تفكك ال NO2،
هيك بهذا الشكل بصير. الآن لو يجي واحد حكى لك طيب كيف بدي أعرف سرعة هذا التفاعل؟ نقول هنا إشي بنسميه هذا الانستانتينيوس ريت، يعني واحد يجي قال لك أنا بدي السرعة اللحظية لهذا التفاعل في لحظة ما، سرعة هذا التفاعل في لحظة ما. بنقول عشان آخذ سرعة التفاعل في لحظة ما بقول لك هنا value of the rate at a particular time، هذا اللي بنسميه إحنا اللحظي. السرعة اللحظية بتقول لي هو معدل سرعة التفاعل عند نقطة ما، يعني عند زمن معين. هذا كيف بنقدر نحصل عليه؟ قال لك can be obtained by computing the slope of a line tangent to the curve at the at that point. خلينا نرجع بس للرسم اللي قبليها. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا دكتور. أنا بالترخيص في عندي فحص عملي، بينادوا علي أروح أقدمه، عادي أطلع أروح أقدم؟ اطلع روح. تمام دكتور، شكرا لك، العافية. خلينا نرجع هون للكيرف. لاحظوا هلا اذا واحد حكى لك والله انا بدي اعرف مقدار السرعه مثلا عند 100، بنقول لك ما عندكش مشكله، بنسقط عمود عند هاي النقطه، هاي النقطه اللي هي بتمثل لي الزمن 100. الان شو باجي باخذ؟ باخذ المماس اللي هو هذا الخط التانجنت، المماس لهاي النقطه على الكيرف. هلا بتاخذ انت السلوب لهذا الخط، اذا اخذت ميلان هذا الخط اللي هو فرق هذا الفرق على هذا الفرق، اوكي، بيطلع عندك معدل السرعه عند لحظه ما، وتقدر تعمل هذا الحكي عند اي نقطه. مثلا اذا بدي اخذ على هذا الكيرف عند هاي النقطه، نفس الشيء باخذ المماس، باخذ الفروقات، فرق الفادات وفرق الفينات، نفس الشيء عند اي نقطه. اذا هذا بنسميه هاي السرعه اللحظيه او في لحظه ما. في لحظه ما بنقول لو كان عندك الكيرف بناخذ المماس وبناخذ السلوب لهذا الخط وبنعرف منه هاي اللي بنسميها الانستنتينيوس ريت. اذا الانستنتينيوس ريت لا عند زمن معين بتقول لي بقدر اخذه عن طريق حساب المماس للخط عند هاي النقطه. طيب الان خلينا نحكي شوي عن الريت لو، قانون السرعه. هلا القانون السرعه هذا قال لك shows how the rate depends on the concentration of reactants. ببين لك قانون السرعة هذا كيف أنه تغير أو اعتماد معدل سرعة التفاعل على تركيز المتفاعلات. يعني قديش تركيز عندك المتفاعلات، كيف بتعدل فيهم أو بتغير فيهم معدل سرعة التفاعل بناء على هذا التركيز. فمثلا للتفاعل اللي ناقشناه قبل شوي بيقول لك for the decomposition of nitrogen dioxide اللي هو التفاعل اللي عملناه قبل شوي 2NO2 بيعطينا 2NO، معدل سرعه التفاعل الريت للتفاعل هو عباره عن K مضروبه في تركيز ال NO2 مرفوع للقوه N. وانتبهوا هون لهذا الكلام، انتبهوا شو اخذنا. اذا عشان تكتب معدل سرعه التفاعل او قانون السرعه لاي تفاعل ما دائما هو ببين لك المعدل نسبه الى تركيز المتفاعلات، بتنسى كانه النواتج. يعني مثلا هون مين عندي المتفاعلات الـ NO2، بتقول لي معناته بدنا ناخذه بدلاله تركيز الـ NO2، عشان هيك حكينا الريت بيساوي K وهذا بنسميه اللي هو ثابت السرعه الريت كونستنت مضروبا في تركيز المتفاعلات مرفوع على قوه N. انتبهوا هاي الـ N ما الهاش علاقه بالارقام اللي موجوده هون، يعني مثلا ما رفعتش انا 2، ما حطيتش 2، حطيت N. هاي الـ N لا يمكن تحديدها الا عمليه. نعم نفس اللي اخذناه بالتوجيه، صح؟ اه اوكي. اذا بقول عندنا الريت الريت للتفاعل بيكون ثابت التفاعل ثابت السرعه الريت كونستنت مضروبه في تركيز المتفاعلات مرفوع على قوه ما. هاي القوه لا يمكن تحديدها بالنظر على التفاعل، يجب ان يتم تحديدها عمليا. عشان هيك قلنا الريت بيساوي كي في تركيز الـ NO2 مرفوع لقوه N، وقلنا الكي هي عباره عن الريت كونستنت والـ N هي الاوردر اوف ذا رياكتنت درجه المتفاعلات. طيب الان هذا هو قانون السرعه. اذا قانون السرعه دائما بنحكي عنه بدلاله المتفاعلات. هلا تركيز البرودكتس دو نوت ابير ان ذا ريت لو، دائما لما تحط قانون السرعه ما بيظهر عندك التركيز النواتج، فقط المتفاعلات.
بيقول لك because the reaction rate is being studied under condition for the reverse reaction does not contribute to the overall rate. يعني بتلاحظ انت انه بتتم دراسة التفاعل تحت ظروف معينة تضمن انه التفاعل يحدث فقط في اتجاه واحد وهو التفاعل الامامي. عشان هيك بنحكي انه ما بظهر عنا تراكيف المتفاعل النواتج في قانون الشرع. اوكي طب اذا كان عندي تفاعل فيه اتزان هذا بيعمل لك شوي اشكالية بتصير تاخذ تفاعلين لكن راح نناقش هذا في وقته. هلا الفاليو للان هاي اللي هي اللي كثير مهمه عندنا بقول لك دي فاليو اوف ان must be determined by experiment. يعني ال N هذه لا يمكن تحديدها إلا عمليا لا يمكن تحديدها بالنظر على التفاعل. Okay so it cannot be written from the balanced equation. ما بتقدر تكتبها من المعادلة الموزونة. يعني لو في عندك معادلة موزونة كيميائيا ما بتقدر تيجي تحدد قيمة ال N وتقول والله هي هاي ال N اللي بتعطيك التفاعل وبتعطيني القيمة الحقيقية. طيب الآن معناته كيف بقدر أحددها؟ قال لك يجب أن تتم بطريقة عملية. شو هي الطريقة العملية اللي بنقدر احنا نحدد من خلالها؟ الآن راح نشوفها بس قبل ما اني احكي خلينا نشوف التفاعل التالي. هذا هو التفاعل اللي حكيناه بالنسبة لتناقص التفكك الـ NO2. قال لك دائما معدل استهلاك الـ NO2 بهذا التفاعل حسب التفاعل انت حسب التفاعل الموزون بقول لك معدل تفكك التفاعل تبع الـ NO2 هو بيساوي معدل تكوين الـ NO بيساوي معدل تكوين الـ O2. بس بدنا ننتبه هون لشغلة كتير مهمة. حسب المعادلة انت بتقول لي كل 2 مول من هاي بتفكك بعطيك 2 مول من هاي بعطيك 1 مول من هاي. يعني بمعنى آخر معدل تفكك أو استهلاك عفوا معدل استهلاك هاي المادة هو فعليا بيساوي معدل استهلاك هاي المادة بيساوي 2 معدل إنتاج هاي المادة و 2 معدل إنتاج هاي المادة. واضح؟ إذا من المعادلة أنا باجي بحكي حسب المعادلات الموجودة عندنا معدل استهلاك هاي المادة هو نفسه معدل إنتاج هاي المادة هو 2 في معدل إنتاج هاي المادة. عشان هيك قال لك معدل استهلاك الـ NO2 شو هو؟ التغير في تركيبها على الزمن. بس لاحظوا حطينا له إشارة سالب وهذا كتير مهمة الإشارة السالبة هون. الإشارة السالبة إيش تعني؟ الإشارة السالبة تعني لك انه عندك هنا استهلاك يعني راح يكون عندك الفرق في التركيب في النهائي راح يكون اقل منه في الابتدائي. فعشان هيك قال لك معدل استهلاك الـ NO2 هو ناقص تركيب التغير في تركيب الـ NO2 على الدلتا تي. هذا المفروض انه بيساوي لاحظوا هون اشاره موجبه يعني مش حاطينها احنا فيها بوزيتيف معدل انتاج الـ NO2 بتقول التغير في تركيب الـ NO2 مع الزمن هو بيساوي 2 في معدل إنتاج الـ O2 مع الزمن. وانتبهوا هاي كتير مهمة. إذا من المعادلة الكيميائية طب أنت لو عرفت معدل أي واحد من هذول الثلاث معناته بتقدر تعرف المعادلات. يعني مثلا لو أنا عرفت على سبيل المثال معدل إنتاج الـ O2 بقدر أعرف معدل هاي ومعدل هاي معدل إنتاج هاي ومعدل استهلاك الـ NO2. معلش للطلاب اللي بدخلوا متأخرين بس أنا بديش أضلني أعمل أدمت هلا المفروض في مثل هيك وقت أنا ما أدخلش حدا فالمرة الجاية لو سمحتوا بتلتزموا في المواعيد. اوكي الان حسب هذا التفاعل قلنا لو عرفت انا اي معدل معناته بتقدر من هنا نعرف. يعني مثلا لو عرفت معدل هاي بتقول لي هو نفس معدل هاي هو 2 معدل هاي. طب لو عرفت معدل انتاج الاكسجين بتقول لي المفروض معدل هاي ايش بيكون؟ اعمل معادله رياضيه اعتبر هاي المعدل واعتبر يعني كانك بتعتبر هاي كلها ريت هاي بتكون 2 ضرب الريت هون الريت. فاذا عندك بدك تطلع ريت هاي بتقول لي ريت هاي المفروض يساوي 2 ضرب ريت الاكسجين وهكذا. يعني الريت لهاي بيساوي الريت لهاي بيساوي 2 ضرب ريت الاكسجين. فانت لو عرفت ريت الاكسجين تقدر تعرف هاي. كيف بدك تعرف هاي؟ بتقول لي انه المفروض الريت هنا ايش بيساوي؟ المفروض هاي على 2 وهكذا. اوكي الان خلينا نشوف بعد ما حكينا عن الريت خلينا نشوف عمليا كيف نحدد معدلات السرعة. بس قبل ما انه نحكي عنهم عن الريت وقوانين السرعة قال لك في عندنا ثلاث انواع من قوانين السرعة قوانين المعدل. شو هم الثلاث انواع؟ عفوا متأسف في عندي قال لك التايب اوف ريت لوز
القوانين إلها أنواع. شو من نوع الأنواع؟ قال لك في عندها إيش نسميه differential rate law، وفي عندنا integrated rate law. differential المتغير أو الاشتقاقي والintegrated. هلا differential rate law هذا اللي نحن نحكي عنه rate law. هذا دائما شو ببين لك؟ بقول لك shows how the rate of a reactant depends on the configuration. دائما بيعطيك انتبهوا في differential rate law أو rate law، هو دائما بيبين لك تغيير معدل السرعة بالاعتماد على التركيب. يعني راح تلاحظ دائما علاقة بين السرعة والتركيب. أوكي، هذا مين؟ هذا الديفرنشال. إذا الديفرنشال ريت لو بيبين لك تغير معدل السرعة مع الاعتماد على التركيب. هلا الانتجريتد ريت لو بيبين لك تغير التركيب as a function of time، بالاعتماد على الزمن. إذا الديفرنشال بعيد، الديفرنشال ريت لو يأخذ لك العلاقة بين ببين لك التغير للريت لو بالاعتماد على التركيف. الانتجريتد ريت لو التركيف كيف بتغير مع الوقت. طيب الآخرين طبعاً راح نأخذهم إشي إشي، بس راح نأخذهم الاثنين مع بعض. خلينا نأخذ في البداية إيش تعريفات عامة للريت لو أو قوانين الفرع. يقول لك because we typically consider reaction only under conditions where the reverse reaction is unimportant. Our rate law will involve only concentration of reactants. فهي النقطة اللي احنا حكيناها. قلنا بما انه احنا دائما بناخذ ظروف تفاعلات بحيث انه نضمن انه التفاعل ماشي باتجاه واحد عشان اللي هو اتجاه الامامي، فقط راح تلاحظ انه بقانون السرعة فقط ما يظهر عندك هو تراكيف المتفاعلات، يعني ما راح تشوف تراكيف نواتج في الظروف اللي احنا بنحكي فيها. الشغلة الثانية هلا الديفرنشال والانتجريتد ريت لوف for a given reaction are related in well-defined way. طبعا بكونوا مرتبطين مع بعض، اللي هو differential مع integrated ايش بطريقة ايش معرفة بشكل صحيح. هلا the experimental determination of either of the rate laws is sufficient. يعني انت ممكن انك تحددهم بطريقة ايش عملية وبطريقة ايش كافية انك تحصل على rate laws. طيب هلا الاكسبيرمنتال كونفينينس يوجوالي ديكتيت ويتش تايب اوف ريت لو اف ديتيرمند اكسبيرمنتالي. النتائج العمليه او الاكسبيرمنت عاده نستخدمها هي بتحدد لك انت اي تايب من الريت لو اللي تم تحديده. يعني انت من الظروف العمليه بتقدر تعرف شو الريت لو اللي تم تحديده اكسبيرمنتالي. هلا اذا عرفنا الريت لو فور ا رياكشن او معرفته كتير مهمة بالنسبة لنا because we can usually infer the individual steps involved in the reaction from specific form of the rate law. إذا معرفة قانون السرعة مهم بالنسبة لنا لأنه من خلاله عادة إحنا we can infer the individual steps involved in the reaction. تقدر تعرف الخطوات للتفاعل from specific form of the rate law. طيب هذا طبعا راح نحكي إن شاء الله فيه بالتفصيل. خلينا نأخذ أول إشي كيف يمكن تحديد الريت لو. كيف يمكن تحديد الريت لو؟ قلنا الريت لو بيتم experimentally determine experimentally the power to which each reactant concentration must be raised in the rate law. هلا احنا اذا متذكرين قلنا لما ناخذ الظروف نفترض انه في عندنا تفاعل ماشي باتجاه معين، عشان هيك راح ناخذه بدلاله المتفاعلات. لكن احنا قلنا ايضا في نفس الوقت لما نيجي نحط قانون السرعه بنحط المتفاعلات مرفوعة لقوة معينة، هاي القوة لا يمكن تحديدها إلا عمليا. عشان هيك بقول لك أنت فعليا معناته عمليا الآن شو مهمتك؟ مهمتك تحدد القوة، لأنه التراكيف أنت لما تبلش تفاعل بتكون عارف التراكيف، لكن وين المشكلة؟ المشكلة في القوة اللي بيعتمد عليها، يعني على أي لأي قوة مرفوعة هاي القوانين. عشان هيك بناخذ أول طريقة اللي هي بنسميها احنا الميثود أوف إنيشال ريت، طريقة المعدلات الأولية. هلا the value of the initial rate is determined from each experiment at the same value of t as close to zero t as possible. هاي يعني بتكون اقرب ما يمكن لتي لما يكون عندك صفر. هذا اللي هو الانيشال ريت. فانت شو بتضطر تعمل؟ تضطر تعمل اكثر من تجربه. طبعا عشان بقول لك several experiments are carried out using different initial configuration. تعمل اكثر من تجربه استخدام اكثر من تركيب ابتدائي للمتفاعلات. وبالتالي بتقدر تحدد الانيشال ريت لكل تفاعل بتعمل. يعني مثلا باجي بعمل اكسبيرمنت معينه بتراكيف ابتدائيه معينه وبحسب معدل السرعه،
وقلنا معدل السرعة صاحب نحسبه عمليا من خلال التغير في التركيز على الزمن، يعني تقدر تحدد الزمن كل تفاعل. طيب انت بتعمل هاي العملية اكثر من مرة، نتيجة تكرار العملية اكثر من مرة ممكن انه نحصل على هاي الكوفيشنت او الباورز اللي احنا بدنا نحصلها. هلا بقول لك the results are then compared to phi، بعدين انت بتيجي بتقارن. يعني مثلا انا عملت ثلاث تجارب، بتشوف كيف كل معدل سرعة بهذول التجارب الثلاثة مثلا اللي انا عملتهم كيف تغير معدل السرعة بتغير التركيز. يعني مثلا على سبيل المثال انت غيرت التركيز مثلا للضعف، بتشوف معدل السرعة شو تغير. اذا تغير للضعف، تغير للنص، تغير للاربع اضعاف، للثمان اضعاف، وهكذا بتقدر تحدد مقدار القوة. هلا راح اعطيكم مثال عليه. فعشان هيك بقول لك هون the results then compared to see how the initial rate depends on the initial configuration of each reaction. يعني بتشوف تغير التركيز كيف بيأثر لك على معدل السرعة. طيب عشان نكون فاهمين هذا الحكي خلينا ناخذ الان بشكل عام. قال لك انت لما تيجي تكتب اي تفاعل overall reaction order، لما تيجي تكتب اي تفاعل افرض انه عندك متفاعلات، بقول لك the sum of the components in the reaction rate هو بعطيك معدل سرعة التفاعل. يعني مثلا افرض انه عندك تفاعل A و B بيتفاعلوا مع بعض بيعطونا من نواتج. فبنيجي بنقول معدل سرعة التفاعل هي الثابت السرعة في المتفاعل A اللي هو المتفاعل الأول مرفوع على القوة N، في المتفاعل B الثاني مرفوع على القوة M. هلأ قلنا الـ N هي رتبة التفاعل بالنسبة للمتفاعل A، والـ M هي رتبة التفاعل بالنسبة لرتبة الريت لو أو التفاعل نسبة إلى المتفاعل B. هلأ مجموع التنتين اللي هو الـ N زائد M بنسميه الـ overall reaction order، رتبة التفاعل الكلية. إذن الـ N كنا رتبة التفاعل نسبة للمتفاعل A، الـ M رتبة التفاعل نسبة للمتفاعل B، أما رتبة التفاعل الكلية فهي N زائد M. الـ K هي rate constant، الـ A concentration للمتفاعل A، الـ B اللي هو concentration للمتفاعل B. إذا أي قانون نقدر نكتبه، لكن وين بتضل عندك المشكلة؟ المشكلة بتضل عندك وين؟ في الـ N والـ M. هدول لازم يتم تحديدهم عمليا. طيب هلا خلينا ناخذ تجربة. افرض انه واحد عمل تجربة، هاي التجربة اللي هو التفاعل هذا NH4 بلس زائد NO2 ناقص بيعطينا N2 زائد 2H2O. اوكي الان شو اجى عمل؟ اخذنا ثلاث تجربات، التجربة الاولى الثانية الثالثة. في التجربة الاولى اخذنا تركيز ابتدائي من الايون تبع الـ NH4 مقداره 0.1 مولر، وتركيز من الـ NO2 مقداره 0.05. نتيجة هذول التركيزين حسبنا عمليا معدل سرعة الابتداء، طلع معي هذا المعدل. طيب اخذت تجربة ثانية، التجربة الثانية خليت تركيز الـ NH4 لاحظوا واحد ثبتته ما غيرتوش، يعني هون كان 0.1 خليته 0.1 ما غيرتوش. شو عملت في هذا التركيز؟ هون ضاعفته، لاحظوا ضاعفت احد التراكيف. هذول الاثنين خليتهم ثابتين، مو انت عشان بدك عشان تعرف اعتماد معدل السرعة على متفاعل ما لازم تغيره، بس بدك تثبت الثانيين، لانه ما بصير تغير كل شيء وتقول والله معدل السرعة، فانت بتاخذهم بالترتيب. هلا هون بيجي واحد بقول لك هون انا ثبتت، هون ايش عملت؟ تغيرت. شفنا التغير. هلا تغير السرعة هذا معناته يعتمد على مين؟ بتكون على ايش المتغير؟ مين المتغير؟ هذا المتغير. كل معناته الان قلنا التغير اللي بيحدث معانا نتيجة الثبات التركيب هذا التغير هون، أي تغير في هذا المعدل السرعة بيكون ناتج عن التغير في الكونفنتريشن هدول. فأنت كأنك هيك بتربط التغير في تركيب هدول هذا المتفاعل مع التغير في الريت. هلأ في التجربة الثالثة لاحظوا هذا التركيب تغير للضعف، هذا التركيب ثبتناه، ففعليا الآن أي تغير بظهر عندي في الريت هون بيكون ناتج عن تغير التركيب. وبناء عليه إذا جينا عملنا حسبة بسيطة بنقدر نطلع الريت. طبعا بقدر انا كيف اطلع؟ باجي بحكي انه هاي كانت ثابته، هاي تغيرت الى الضعف، هون معدل السرعه تغير الى الضعف، اذا تغير الى الضعف تغير الى الضعف معناته بقدر اطلع القوه. وهون نفس الشيء، هون تغير الى الضعف هذول ثابتين، هون ايضا تغير الى الضعف معناته بقدر اطلع القوه. طيب الان خلينا نجي نقول كيف بدي اطلعهم، بس بدي اورجيكم عمليا حسابيا كيف نطلعها. يعني انا بقدر اطلعها بالنظر هيك، اجي اقول تحول زاد الضعف هون زاد الضعف وهكذا بقدر اطلع. فالريت حسب هذا التفاعل ايش بيساوي؟ بيساوي ثابت السرعه مضروب في تركيز الـ NH4 بلس للقوه N في تركيز الـ NO2 ناقص للقوه M. لكن قلنا الـ N
والام هذول لا يمكن تحديدهم الا عمليا، وهذا كيف بدي احدده؟ من التجربه اللي انا عملتها. هي في عندي ثلاث تجارب عملناهم. شو بنيجي بنعمل؟ بتيجي بتقول لي انت من نحاول عشان نعرف مثلا قيمه الان، بدي اخلي الاعتماد على التركيب هذا، معناته لازم الغي التركيب هذا. كيف بلغيه؟ باني اخليه ثابت. مثلا هو انا اول تنتين ثابت، انت لما تاخذ تركيب ثابت لهذا معناته كانه مش موجود، وبالتالي اي تغير في تركيب هاي الماده بيعطيك ايش قيمه يعني اعتماد الريت عليها. كيف نعمل هذا الحكي؟ قال لك بالشكل التالي، بناخذ التجربه الاولى، بما انه عند الريت بيساوي الكي في الان اتش 4 بلس للقوه ان في الان او 2 للقوه الام. الان بتقول لي كم كان معدل السرعه في في التجربه الاولى؟ بتقول لي هلا هذا معدل السرعه. طيب خلينا نعوض كي مضروبه في كم تركيب الماده الاولى 0.1، التركيب الماده الثانيه هل قد بس مرفوع هذا القوه ان وهذا مرفوع للقوه ام. هلا من التجربه الثانيه الريت كم بيساوي؟ هاي القيمه. شو بيساوي؟ الثابت مضروب في التركيب في القوة في التركيب للقوة M. لاحظوا هدول التنين الآن متشابهات، وبالتالي والكي والكي ثابتين، وبالتالي كأنك هدول كلهم مش موجودات. فأنت شو بتيجي بتعمل؟ بتاخذ معدل، مثلا هون عشان أسهل على حال الأمور أخذت الثاني على الأولى لأن الثاني أكبر، فأخذت الريت الثاني على الأولى فقفمت هاي القيمة على هاي القيمة، وبدك تقفم كل هدول على هدول. فأنت لما تيجي تعمل هذا الكلام لاحظوا هذا الثابت كلياته بده يروح مع هذا الثابت، والكي الثابت مع الكي الثابت بده تصفي عندك فقط هاي القيمه اللي هي 0.01 للقوه ام على 0.005 للقوه ام. هلا هدول قيمتهم كم؟ 2. كانك بتيجي بتحكي انت معناته هاي القيمه للقوه ام على هاي للقوه ام بتساوي 2 للقوه ام. طيب كم قيمتهم هدول؟ قيمتهم 2، يعني كانك بتحكي 2 للقوه ام بتساوي 2 للقوه ام، معناته الام كم قوتها؟ الباور بتقول لي معناته الام بتساوي 1، يعني عشان هيك بقول لك ريت 2 على 1 بتساوي 2، اذا بتساوي 2 للقوه ام، معناته قيمه الام كم؟ 1. اذا طلعت الان نسبه للمتفاعل ان او 2 انه قيمه الام بتساوي 1. نفس الشيء بعمل للثاني، بس باخذ بدل هذا باخذ الريت الثالث مع الريت الثاني. نفس الشيء بيطلع عندك هون، بتيجي بتقول 2 بتساوي 2 على 0.2 على 0.1 للقوه ان، بيطلع عندك الام. اذا الان بما ان حددنا قيمه الام وقيمه الان، باجي بقول الريت بيساوي الثابت مضروب في قوه الان اتش 4 للقوه 1. طبعا لاحظوا 1 بنحطش، ان او 2 ناقص للقوه 1 برضه هم بنحطوش. طيب هيك انت بتكون طلعت الان قانون السرعه. اوكي، هلا من قانون السرعه خذ اي معطيات من المعطيات الجدول، يعني ما اخذت التجربه الاولى او الثانيه او الثالثه، تقدر تطلع قيمه ثابت السرعه الان صار بامكانك. مثلا لو اخذنا على سبيل المثال ل هذا معدل السرعة قلنا بيساوي كي مضروب في التركيب هذا القوة 1 في التركيب هذا القوة 1، إذا قدرنا نطلع ثابت السرعة. ثابت السرعة بيطلع معك هاي القيمة. طبعا الوحدات لاحظوا بتعتمد على القوى، عشان هيك بتلاحظ ثابت السرعة أكثر من وحدة ممكن يظهر له. فإحنا الآن بنحكيش في هذا الموضوع، بس حبيت أنوه هذا الكلام. إذا هيك طلعت أن ثابت السرعة هذا التفاعل. الآن هذا الثابت لا يتغير، يعني المفروض لو أخذت التفاعل الأول أو الثاني أو الثالث يطلع عندك ايش؟ نفس الثابت، لانه هذا كونستنت. فما دام عندك بتشتغل انت نفس التفاعل، الكي يجب ان تكون نفسها ما تتغير. اوكي، هلا السؤال هون كونسبت تشيك بيقول لك هاو دو اكسبوننتس او اوردرز ان ريت لوز كومبير تو كوفيشنتس ان بالانسد ايكويشن. طبعا الرد على هذا السؤال هو بيحكي لك كيف انه الكومبوننتس اللي بنطلعهم احنا من التجربه بيتوافقوا مع البالانسد ايكويشن. طبعا نحكي او شو العلاقه بيناتهم، بنقول الافضل انه لا يوجد بيناتهم علاقه، لانه ليس بالضروره انه الريت اللي بنطلعهم في الاكسبيرمنت انها تتوافق مع الكوفيشنت. فالكوفيشنت فعليا كانه ايش بتعطيك انت في المعادله؟ بتقول مثلا 2 مول بتتفاعل مع 1 مول مع 3 مول، ففعليا هي بتعطيك هذا الكونسبت، ما بتعطيكش اي شيء ثاني متعلق بسرعه التفاعل. وبالتالي لا يوجد اي علاقه ما بين الرتب اللي بنحسبها عمليا وما بين الكوفيشنت في الموجودات في البالانسد كيميكال ايكويشن. طيب ان شاء الله المره القادمه راح نحكي عن الانتجريتد ريت لو، فراح نوقف هون. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.